للمزيد حول وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الهند للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين، ينضم إلينا مباشرة من نيودلهي الزميل علاء رشوان، موفد التلفزيون المصري. علاء، مثلما تابعنا أن المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سيتحدث في هذه القمة المهمة، وذلك باسم الدول النامية وبصوت أيضا أفريقيا. أبرز الملفات التي ستطرح خلال هذه القمة من الجانب المصري من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي؟ نعم، التركيز خلال كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقاءاته ومباحثاته التي من المنتظر أن يجريها سيادته مع عدد من رؤساء وقادة حكومات الدول المشاركة في هذه القمة الهامة، من المنتظر أن تتصدر ملفات مثل دمج الاقتصاد، اقتصاد الدول النامية ودول الجنوب بشكل عام في إطار الاقتصاد العالمي، تلافي حدة التأثيرات السلبية التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتخفيف حدة هذه التأثيرات على الدول النامية وفي الصدارة منها الدول الإفريقية التي تسعى إلى إقرار عمليات للتنمية المستدامة. أيضا التركيز على قضية استدامة التمويل للمشروعات التنموية التي دشنت وتدشن في هذه الدول خاصة في دول القارة السمراء، والعمل على مد جسور من الشراكة الجديدة بين التكتلات الاقتصادية الإفريقية وبين دول المجموعة الكبرى، خاصة وإذا علمنا أن هذه الدول دول مجموعة العشرين تستحوذ على نحو 85% من حجم الناتج الاقتصادي العالمي، وأيضا تستحوذ على 80% من حركة التجارة العالمية، ما يحمل مع هذه الشراكة يعني منشودة فرص هائلة للجانب الإفريقي أو الدول النامية أو دول الجنوب بشكل أوسع من هذه الشراكة، والاستفادة سوف تكون من للطرفين، تحقيق استدامة التمويل للمشروعات التنموية في الجانب الإفريقي من جهة، وأيضا تحقيق فرص استثمارية واعدة للدول الاقتصادية الكبرى التي تسعى أيضا للخروج من هذه العثرات وهذه التحديات الاقتصادية التي فرضتها عدد من الأزمات والتحديات سواء السياسية أو الاقتصادية عالميا. أيضا هناك قضية التغيرات المناخية والتي تحتل الصدارة في مباحثات السيد الرئيس أو في خلال مشاركة سيادته في هذه الاجتماع، بوصف مصر هي الرئيس الحالي للدورة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة متعدد الأطراف للمناخ COP27. هذه القضية أيضا توليها قمة العشرين أهمية قصوى في إطار سعي الدول الكبرى لتحقيق المعادلة المناخية أو المعادلة الصفرية المناخية، صفر انبعاثات حرارية، في ضوء أيضا خلافات ما بين دول المجموعة نفسها بالتراجع عن عدد من الالتزامات والتعهدات بتقليل وخفض الانبعاثات الحرارية والاعتماد على الوقود الإحفوري. أيضا تأتي هذه القضية لتفرض على الحاضرين الاستماع بعناية لصوت الرئيس عبد الفتاح السيسي وصوت مصر في هذه القضية تحديدا. كانت هناك مقاربات وأطروحات مصرية هامة في هذا الشأن، وهو صندوق لتخفيف حدة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الدول النامية، من خلال أن هذه الدول لم تتسبب في هذه الأضرار وإنما كانت هي التي تحملت النصيب الأكبر من هذه التبعات والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية. أيضا قضية انضمام الاتحاد الإفريقي لدول المجموعة تحتل الصدارة من خلال دعم هندي قوي لهذه الفرضية، وتصريحات أخيرة لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي كان آخرها أول من أمس عندما قال أنه لن تنجح أي خطط اقتصادية عالمية للتعافي من هذه التأثيرات السلبية دون الاستماع إلى صوت القارة الإفريقية التي تحتوي على الكثير من الموارد الطبيعية والبشرية التي تضمن يعني مد القوى الغربية والقوى الكبرى بالكثير من روافع
روافد التنمية وروافد الاقتصاد الجديد الذي تطمح إليه هذه المجموعة. نعم. أيضا سيطر على هذه القمة قبل أن تبدأ اجتماعاتها غياب كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي أوفد وزير خارجيته سيرجي لافروف، وأيضا الرئيس الصيني تشين جين بينغ الذي أوفد رئيس مجلس الدولة الصيني. غياب الرئيسين يضفي الكثير من التساؤلات حول توترات مكتومة قد يعني تحملها هذه الاجتماعات لغياب الرئيسين وغياب الصين وروسيا، ولكن هناك اتجاه من الرئاسة الهندية بالابتعاد عن النقاشات السياسية والأزمات السياسية والتركيز على الاقتصاد العالمي وفرص النمو العالمي. نعم. إذن مشاركة مصرية إيجابية فاعلة في كل هذه القضايا والملفات، سواء ما يتعلق منها بالاندماج مع الاقتصاد العالمي أو فيما يتعلق بتحديات التغيرات المناخية وغيرها من الملفات الهامة التي سوف تكون مطروحة على أجندة عمل الرؤساء وقادة الحكومات المشاركين في هذه المشاركة. مهمة بالتأكيد من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة. أشكرك جزيل الشكر على رشوان، موفد التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.